شو ما بدك تاخد فرشاية الاسنان يعني؟ شو بدي اعمل فيها؟ كبها خلاص. ما رح كبها، هي لإلي ذكرى للأيام الحلوة اللي قضيناها أنا وياك. برأيي بلا ما تاخد كل تيابك هلأ، بكرة كله يومين وبتتخانق مع أهلك وأكيد مرجوعك لعندي لهون. إن شاء الله ما بقى يصير هيك شي أبدا، بابا أعطاني آخر فرصة ولازم استغلها. بدك تعقل يعني؟ منشوف. بس لو بيطلع بإيدي ادفع قسط الكلية وما أحتاج حدا فيهم بالمرة. على أساس قلتلي الأوضاع تحسنت مع أهلك، خود منهم. وشو بدي اقول لهم اذا سالوني وين رحت بالمصاري؟ هيك اكيد رح يعرفوا اني لعبت قمار، وهلا مو ناقصني مصيبه تانية. ايه مزبوط. وعدنان قد ايه عم يدفع باليوم دخلك؟ يعني شي 300. 300 يعني بدك 3 شهور تقريبا او اكثر لحتى يا دوب توفي ديونك، وبعدين بيكون اجى قسط الكليه الثاني. يا حوينة شبابك. بلا مسخره اغيات. إذا بدك فيك تختصر الوقت. وكيف بقى؟ الموضوع بينحل بلعبة. روح عني عمل لك بطلت هالقصص. لك المرة ما عم نلعب مشان البسط، أنت بحاجة المصاري، مشان توفي الديون اللي عليك. منروح مننقي طاولة محترمة ومنلعب مع الأكابر هنيك ومنجرب حظنا. ولك شو قصتك أنت؟ عمل لك تركت هالشغلات خلصنا؟ افهمنا تركتها، بس هالمرة روح طالع قصة كليتك. ولك شو نسيت إنه بعد أسبوع الفحوصات؟ وإذا ما قدرت تدفع القصة رح تضطر تعيد السنة. والحل هلا؟ خلصنا حبيب، إذا ما عجبك الجو بنحمل حالنا وبنطلع. يبدو ما في قدامي غير هذا الحل. جان هلا بعت لي مسج جديد، الولد عم يسأل إذا بدنا نروح ولا شو. ولد هو بعمر أبوكي صفاء. روحوا روح شباب. رح تجي ما هيك؟ لك خلاص، مو جاي على بالي. يعني بدك تقضي حياتك من المعهد للبيت ومن البيت للمعهد؟ أصلاً أنت شو فارق معي؟ شي سامي بيعزمك على العشاء وشي سعيد. المغامرات اللي عم تعيشيها ما شاء الله ما لها حدود. صفاء هون بس لحتى تسمع القصص منك. يا ريت حياتي هيك بسيطة وبدون هالمشاكل والتعقيدات. حكي. خلص بقى لا تزعلي رح روح. عن جد عم تحكي؟ ايه عن جد. بوزعلا؟ ايه. خمسة وعشرين واحد وعشرين انتهينا. هات. سعيد لهون بكفي، خلينا نمشي، اللي ربحته كتير مناح وعدنان بيعطيك الباقي سلفة على الحساب. يلا. لا بدي احمل القسط كله لحالي. اسمع مني بلا ما تخسر كل شيء. ولك خلصنا بقى. بعتقد انه رح نضطر نركب نظام كهرباء منفصل لهالطابق. طيب كيف بدك تحل مشكلة اهتزاز الماكينات اللي بالطابق اللي تحت واللي بالطابق اللي فوقه كمان؟ مو مشكلة، هاي سهلة. خير نورا؟ مين بتكون؟ طيب هاتيها. ألو، مين عم يحكي معي لو سمحتي؟ ما في شيء أحكي مع حضرتك بهالموضوع عم. طيب طيب فهمت عليكي، نحن لازم نتقابل لنشوف كيف بدنا نحل هالمشكلة هاي. جاي هلأ فورا. خير شوفي بابا. خير ولا شر هلأ منشوف. مع مين حكيت؟ بعدين بحكي لك. وبخصوص هالمشكلة هاي حلها انت مثل ما بدك. بوزع لك كمان ورق؟ طبعا. حضرتك بدك كمان؟ لا ما بدي. بوزع لك ورق؟ إذا بتريد. مبروك. أخيرا لعمال هالحظ.
بتحبوا تكملوا؟ بس ديا شو نعمل؟ شو بيعرفني؟ أنا ما ضل معي ولا فرن. سعد الدين مرني دع. ليك شفتوا لهداك الشاب الصغير يلي قاعد على هديك الطاولة؟ شفتوا ايه استاذ. هلأ بتفتح له حساب. ماشي بس ما بتقول مين يلي فتح له الحساب. بأمرك. يلا مين هاد اللي كفلته؟ مالك بالقصة. اسمع تفضل. الشباب هون فتحنا لهم حساب جديد وبيقدروا يكملوا اللعبة براحتهم. نتمنى لكم حظ سعيد. شكرا لك. شو أغياد ناخد ألف؟ ألف منيحة ما بيلزمنا أكتر من هيك أصلا. أعطيني 1500. لك قلنا 1000 بس. طول بالك. يعني ما كفاك الديون اللي عليك لسه بدك تحمل ديون الناس ومجنون؟ ولك تعلم هذا اسمه استثمار مفهوم؟ آه صفاء عم تقول إنه رح يشوفونا اليوم. وسوزان. وسوزان اطمن معنا تبلا ما نتأخر. يلا ولك بكفي لعب خلصنا. سمعنا غيات. الله الجو مو معقول. شو حلو اليوم. شو رايك نروح لعندي نشرب شي شغله ونتسلى شوي؟ لا بلا بدي روح على البيت. يلا تعي نتسلى منحكي غير مره. بشوفك أوكي بعدين. يلا بشوفك. مرحبا كيفك؟ تمام انا كيفك انت؟ تمام رواق. شو عم تنتظر سوزان مو هيك؟ اي صحيح. هي وصفاء ما حضروا اخر حصه اليوم وطلعوا من المعهد. طلعوا بالله. طيب انت بتعرفي شي لوين بيكونوا راحوا؟ لا بس انا شفتهم وهن عم يركبوا بسياره سودا مع واحد. انت فيك تساله بلا ما انا اتدخل. اوكي باي سوزان. ان الرقم المطلوب مغلق او خارج نطاق الدغم. ليكي هالبيوت ليكي يا الله ما احلاهن. ما هيك سوزان؟ انا السنه الماضيه كنت ساكن هون. وليش انتقلت؟ طيب المنظر هون كتير حلو بس ما في مسابح ولا جناين لهيك انتقلت لمنطقه احلى. قلت لي احلى. سوزان شو رايك بهالبيوت؟ عجبوكي؟ عادي. شو رايكم شي يوم عطله بنطلع بنفطر وبنشرب قهوه عند المطيق؟ منشوف لوقتها. من تحت لتحت. ولك انت صار لعقلك شيء؟ غرقانين بالديون والمصايف فوق راسنا وحضرتك عم تخفف دم؟ يعني منموت حالنا مشان شوية ديون؟ شان؟ بكرة منلاقي لحال. هاي الطاولة فاضية. تعي صفاء على هاي الطاولة. كيف بدها تتدبر قلي؟ بكرة بس يصيروا الناس يطالبونا بالمصاري بتحس بالمشكلة. ولك خلي عندك شوية مخ وفكر بحل. جبنا ثلاثة بيرة وحدة برتقال. عجبك المحل؟ ايه كثير حلو. رح اعمل مخ. عن جد؟ ايه. أول ما جيت على اسطنبول سعيد ابن عمي جابني على هذا المطعم نفسه. وشك اصفر يوم لا تقليلي. سوزان كأن صفاء مبسوطة كتير مع شان ما هيك؟ ليش نحن مو مبسوطين مثله؟ ما بعرف بجوز لأنه تعبت كتير بالمعهد اليوم. تحكي على طول. ماشي بيبي لأنه الضحكة بتلبق لوشك كتير. ليكي سوزان. سوزان بحبك. معقول مو حاسة؟ سعيد مو بنت عمك اللي هني؟ مع مين قاعدة يا ترى؟ لك ما خليتني أنا أحكي معها. قاعدة مع واحد أكبر منه وماسك لها إيدها. سعيد ولك لوين رايح؟ شو إذا بتلمسها مرة تانية بكسر إيدك. سعيد أنت شو عم تعمل هون؟ أوعك تحط إيدك عليها عم تفهم؟ شوف ما رح ألمسها بس هذا الشيء هي اللي لازم تطلبه. ماشي؟
ولك انت مين مفكر حالك؟ قبل ما تعمل حالك وصي على بنت عمك روح وفي ديونك بالإمارة، فهمت؟ أي أمار هاد؟ إذا بتحب اتصل بالسيد الوالد هلأ وبقول له يروح يدفع ديونك بصالة الأمار، شو رأيك؟ تعي سوزان وقفي، سعيد فهمني شو القصة. سعيد بابا ما دخله أصحك، وأنت كمان ما دخلك بخصوصياتي يا ولد، فهمان؟ ولك أنت ما رح تصير بحياتك. يلا جان. خير شباب؟ هلا وقتك. ما بدك سوزان تحبني ولا تقرب مني، ما هيك؟ اطمن، صار لي بدك اياه، وهي ما بتحبني وبتكرهني كمان. بس بحب اقول لك شغله، سوزان اللي حرمتني منها رميتها بحضن خليل الواطي. ارتحت هلا؟ بيبي تصبحي على خير. وانت بخير. خالي أمينة، عمي خلص عشا وسهران، ما هيك؟ أي عشا بهالوقت؟ انت التانية وينك لهلا؟ كنا مشوار أنا ورفقاتي عم نتسلى. ليكي عمي وسامي متضايقين مني، ما هيك؟ ما حدا جاب سيرتك، بس وشهم ما بيتفسر من وقت ما اجوا على البيت، في مشكلة. يلا فوتي انت. طيب بغير ثيابي بنزل فورا. عمو اسمع سامي، بدي خبركم شغلة كتير ضرورية. بالأول بدي تسمعوني منيح بترجاكم. شو القصة يا بنتي؟ شو بدي اقول؟ ما بعرف. تعالي تعالي لجنبي، تعالي. انا كتير خجلانة من تعالي كل. لا تخجلي. عادي عادي. خير؟ هدي حالك حبيبتي، شو القصة؟ احكي سوزان. شوفي عمو سامي، اسمعني، والله لو ما كنت مجبورة بوقت أنا ما بعمل هيك شي، بس اللي صار وقتها خلى. لا تكذبي سوزان. في شي بخصوص سوزان وحابة إنك تشوفه بنفسك عمي، بلكي هيك حضرتك بتصدقني هالمرة. شاهيناز معلش لو سمحتي. أنا ما بقدر أحكي المكتوب هون، تفضل أنت شوفه. عمي اتركها. شو هالورقة؟ وين الضرب؟ أعطيني هات عنك بابا، أنا بشوفها. سامي اسمعني بترجع. سمعيني. سعيد، طلب الطاولة 20 جاهز؟ فداء، أنت اللي جاهز هذا الطلب. ليش عدنان؟ أنا عم جهزه. سمعت أنك عامل خناقة بالمطعم. لا مو هيك الموضوع عدنان، الموضوع شوي خاص وبعدين بحكي. أنا ما بتهمني خصوصياتك سعيد، أنت جيت لهون لحتى تشتغل، تشوف طلبات الزبائن وتنفذ اللي بدهم اياه، مو لتعمل مشاكل. ايه صح، بس انا يعني لا بس ولا غيره سعيد، انا عم راقب الزبائن كرمال ما يتخانقوا، بالاخير بيجي عامل عندي بيعمل مشاكل هون. ما عاد تنعاد. اكيد ما بقى تنعاد. شوف سعيد، تاع على المطعم امتى ما حبيت، بس بصفتك زبون. ما فهمت عليك، شو قصدك يعني؟ مرق بعد كم يوم عشان اعطيك حسابك الباقي. يعني عم تقلعني؟ يعني اذا حابب كمل هذا اليوم وبس. أكيد مو حابب. شو بعرفني؟ ابني يقول خلصني راح يوقف قلبي. شو فيها الورقة؟ بترجاك أنا بقول له لعمي لو سمحت. عمي أنا بابا ما في شيء، الموضوع أنه سوزان جايبة علامات مالها منيحة بالمعهد وهي الورقة إنذار لها. سامي شو عم تقول أنت؟ بسبب تصرفاتك هي كنت رح تروحي لبابا شاهيناز. المفروض أنه عمي يعرف شو فيها هي الورقة. لا
الأمور اللي مثل هاي المفروض بالأول أنا شوفها. عم تفهمي شاهي؟ بتخبريني إلي تاني مرة. الله يجعلها أكبر المصايب يا بنتي. مفروض تجيب علامات ممتازة بس مو مشكلة. بتدرسي وبتعوضيها. أنا كتير خجلانة منكم. شوف شو حساسة هالبنت. ليك من شغلة هالقد ما قدرت تطلع بعيوني. وأخوك سعيد رغم كل مصايبه ومشاكله ما خجل حتى نص خجلها لهالبنت. رايح أحكي مع بابا. ما لي عين اطلع بعيونكم، خجلاني منكم. اللي مكتوب بالورقة مزبوط. ليش هيك عملتي؟ بابا بآخر فترة مرض كتير، وبالبيت ما كان عنا ولا حتى لقمة أكل نحطها بتمنا، والمحل يلي بالحارة ما عاد قبل يعطينا بالدين، وفياض هو اللي قال لي إنه نعمل هيك. واحد تافه قال لي إنه إذا أخذنا كم قطعة ذهب وبعناهم بقدر اشتري أكل ودواء لبابا. رفضت كتير بالأول وقلت لا، بس لما بابا زاد المرض علي كنت عم اختنى وأنا عم شوفه بهالحال. مع هيك أنا ما قبلت، بس فياض أخذني بدون ما أحس حط الذهب بشنطتي وشافوا الصايغ ومسكني واتصل بالشرطة، وبعدين إجوا أخذوني على المخفر. ومن يومها الناس صارت تقول عني حرامية. انتي مانك حرامية مفهوم. ارفع راسك يلا. انتي ما عليك ذنب اصلا، ما في اي شي تخجلي منه بنو. كيف يعني ما في شي تخجل منه؟ هي اللي سرقت الذهب بوقتها، بشوية دموع نزلتهم لقيت لها مليون عذر. لو كانت نظيفة مثل ما عم تحكي كانت بتقطع ايدها وما بتمد عمال الناس. صدقيني ما سرقت. انت وياه سرقتوا سوا. شاهيناز، لما قلت لكم انها فوتت حرامي على البيت ما حدا فيكم صدقني، وهلا شفت بعيونك شو ماضيها. سامي، البنت مو مثل ما انتم مفكرينها، بنت طيبه ويتيمه صدقني. ولك هي حيه، قومي انقلعي من هذا البيت. وليه شاهيناز؟ انت تجاوزتي حدودك. انا تجاوزت حدودي؟ شوف الشيء اللي عرفتيه بخصوص قصة السرقة بتنسيه، وموضوع هاي الورقة ما حدا رح يعرف فيه لا بابا ولا غيره كمان. هذا الشيء بيضل بيناتنا، وبتتعاملي مع بنت عمي بكل احترام، عم تفهمي؟ خليلي ياك يا رب.